السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي هي غتكون خاصة بالناس ديال الرحلات، يعني اللي كتكون يعني في الجبال يعني وفي الطبيعة، والناس ديال التريباج اللي هما نفس الاختصاص. الناس ديال الرحلات والناس ديال التريباج أكيد غادي يتابعوا الفيديو حتى النهاية. علاش؟ لأن هذا الحذاء هذا يعني مهم لهم يعني بزاف بزاف بزاف. علاش؟ لأنه كله امتيازات. إذا كنت باقي جديد يعني في هذه القناة، أنا كندعيك أنك تشترك يعني في القناة، يعني وتفعل زر ديال الجرس باش يوصلك اخر التحديثات ديال الفيديوهات يعني ديالي عبر قناتي ستروبيك كوير. مرحبا بالجميع. هذا الفيديو اللي غادي نتطرق فيه الحذاء ديال الرحلات او الحذاء ديال التريباج. الاصدقاء اللي ما تعرفوش النوع ديال هذا الحذاء، هو اصلا مخصص يعني كامل يعني للطبيعه. علاش مخصص للطبيعه؟ هنا كنهضروا على الاحذيه اللي هي مخصصه، ملي تقولوا احذيه يعني مخصصه يعني عندها واحد المكان ديالها. علاش تخصص؟ ملي كنشوفوا هذا الحذاء يا اخواني، يعني السوميل ديالو، التصميم ديال السوميل ديالو هو واحد التصميم اللي هو ماسك يعني للحصوات اللي كتكون في الطبيعه، الصخور، الاعواد، اي شيء. يعني هذا السوميل هذه من كلاشي يعني تسبب لك يعني الانزلاق او تسبب لك شي حاجه اخرى. زيد على ذلك هو بان هذا الحذاء هو مزود. ملي كتلقى الحذاء فيه هذه الشاره بحال هذه اللي كتشوفها هنا، هذه الشاره اشنو كتعني؟ كتعني بان هذا الحذاء هذا راه كليماتيزي، يعني بحال اللي اش تنقولوا كليماتيزي. يعني هذا الحذاء هذا اللي تشوف هو مزود بكليماتيزور كما تشوف. اذا نشوفوا هذا الحذاء اللي هو مثلا كنقولوا مثلا حنا كليماتيزي كما تشوفوا، شنو بقى الداخل؟ بقات يعني واحد الثقبه، واحد الفارعه، ثلاثه ديال الشرطات اللي تبانوا لك يعني في الاسفل ديال هذا الحذاء، هو بان هذا الهواء اللي كتعفط عليه انت بحال هكا كما تشوف هذه القرعه، هذه الهواء اللي كان ضغط عليه انت كيخرج يعني من هذا الانبوب وتيتوزع يعني تحت الفراش ديال الحذاء ديالك، باش انت اللي كتبذل واحد المجهود بدني يعني في الرحله ديالك، ولا مثلا نقولوا في الصعود ديالك من واحد الجبل معين، ديك التعب كامل، ديك المجهود البدني كامل، يعني رجلك ما غاديش يعرق مره، وغادي يبقى يعني مرتاح طوال الرحله ديالك، وما غاديش تشم الريحه ديال العرق، ولا مثلا هذا الحذاء مثلا غادي يعطيك واحد الرائحه اللي هي خايبه. بالعكس، فالتصميم ديالو يعني كيمنح الشخص اللي تيمارس السفر والرحلات، كيمنح واحد الراحه اللي هي كبيره. زيد على ذلك هو ان هاد حنا كنقولوا بالمصطلح المهني لونغيت كي اللي تسميه الودين ديال الصباط. علاش التصميم ديالو بحال هكا غليظ يعني وكبير وفيه واحد البونجا؟ علاش؟ باش في الاربطه ديالو ما يكونش التعب قريب لرجلك في الاربطه، يكون كتسبب لك يعني العياء مثل باقي الاحذيه اللي هي مثلا ما كتكونش مخصصه يعني للرحله. لكن التصميم ديال هذا الحذاء هو واحد التصميم اللي هو فريد من نوعه ورائع، يعني كيضمن الراحه والسلامه. الناس اللي هي كتاخذ مثلا واحد البعد ديال السفر او عندها مشي طويل يعني في الطبيعه، انا شخصيا كنصح بهذا الحذاء اللي كما تشوفوا بغرض عينك. ممكن تلقاه يعني في اي مكان يعني تتباع، الجوده ديالو تختلف يعني من حذاء الى حذاء، لكن الجوده الاصليه بهذه المعايير هذه تتلقاها تقريبا من 1000 درهم فما فوق، وكاين احذيه شبيهه بذلك فهي اقل ثمنا من ذلك. واحد المقطع اللي هو كان زوين واحد المره غادي نشوفه عند الاخ ياسين اللي عنده القناه ديالو عبر افريقيا، اللي تيوضح فيها بزاف ديال الاشياء، عنده واحد الفيديو تيسرد فيه القصه. تايا من البعض ما كتخلص يعني خاصها تبقى لها بزاف ديال النهار كامل، ملي كتحيدها وتكون عندك متقاسم مزيان ما كتخلصش يعني مزيان هذيك القصه. يعني شنو ممكن انه يكون متوفر عندك في المجال ديال الرحلات؟ وغادي يذكر بالتحديد واحد السبادريل اللي هي ما تتعرقش وما تتخنزش، وضحكني هي مني قال يعني وراها من البعض يعني من الجوقيه يعني مستعمله. واخا تكون مستعمله غادي نقول لك إذا كانت كتوفر لك الراحة فهي يعني أفضل وهي رائعة، لكن كنتمنى لك مشوار يعني سعيد في الرحلة ديالك يعني لإفريقيا، وتحياتي لك يعني من هذا المنبر يعني الرائع. كنصيحة للأصدقاء أنهم اللي تيبحثوا على هذا الحذاء راه موجود، مجرد أنك يعني تسكانيه ولا تدير مثلا شيسير، مثلا شيسير مونطاني ولا أي كلمة اللي كتدل على مونطاني، غادي يعطيك هذا الفيرسيون ديال الأحذية، وغادي تاخذ الحذاء وغادي تشكرني من هذا المنبر. علاش؟ لانني كنقدم لك واحد المعلومه في المجال ديال الاحذيه اللي ممكن انها تريحك بزاف. اي صديق اي صديقه عنده شي سؤال حول الاحذيه، كيف ما كان حول الاحذيه والملبوسات الجلديه وكيفيه التصليح ديالها والحفاظ عليها باستمرار، اطرحوا في التعليقات. رضوى سربوت سعيد بالاجابه على كل تساؤلاتكم على قناته يوتيوب. تحيه لكم.
ملي كتلقى هاد الثقبة بحال هكا يعني في الحذاء ديالك، كن أكيد أن هاد الحذاء هذا راه تيتوفر على واحد العلبة ديال التوزيع ديال الهواء. تقول لي بحال إيش هاد العلبة ديال التوزيع ديال الهواء، غادي نقلك من هاد المكان هذا. هذا هو المكان ديال التوزيع ديال الهواء من طرف العلبة. كتلقى هنا ثلاثة ديال الخطوط اللي هي توزيعية تحت الأسفل ديال القدم ديالك. هذه هي العلبة اللي ممكن أنها توزع يعني بالتحديد، وديك الطريقة اللي هي رائعة توزع لك الهواء في رجلك. كما كتشوف هنا يعني هاد الدبلور هذا، اول حاجه يعني هاد الدبلور هذا اللي هو هنا كتشوف يعني سهل، ما يمكن لهش يمزق لك الجوارب ديالك يعني على الاطلاق. باش تفهم هاد الحذاء هذا ديال السفر، ضروري انك اذا كنتي محتاج يعني في السفر ديالك يعني التعب الطويل، اكيد انك غادي توفر هاد الحذاء هذا. علاش؟ لانه تضمن لك الراحه والسلامه اثناء السفر ديالك، وكيعطيك واحد الامان يعني والشعور بالراحه، وما عمرك هتحس بالتعب يعني اثناء السفر ديالك واخا يكون كيف ما كان. علاش؟ لان هذا الحذاء مخصص خصيصا يعني للسفر يعني والتريباج والتسلق ديال الجبال، وخاص بالاوقات اللي ما تكونش يعني مطره. يلا تحياتي لكم.